السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه برج الاسد النهارده قراءه قويه، قراءه حصريه على الملح. برج الاسد اخر الفيديو هنشوف رسالتك من ربنا هتقول لك ايه. وانزل واكتب واكتب لي في الكومنتات سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت قال ايه لربنا وربنا نجاه من وخرجه من بطن الحوت. هو ربنا مش قادر لما انت تكتب الدعاء ده بنية الفرج ينجيك من حاجات كتير؟ انزل وما تبخلش على نفسك واكتب الدعاء اللي قاله سيدنا يونس، وكمان اشترك في قناتنا علشان خاطر تشوف الفيديوهات التانية بتاعة علاج السحر والقرير وكل ما هو. يلا نشوف توقعاتك الفترة اللي جاية من هنا لحد تقفيل السنة. برج الأسد، برج الأسد انت عليك كتلة من الجبل، عليك كتلة من الهموم، عندك طاقة سلبية مسيطرة عليك بسبب عدة العراقيل اللي واقفة قدامك. طب ايه هي عدة العراقيل؟ عدة بعض المشاكل، بعض التوتر. عايزة اقول لك على حاجة وعايزة ابشرك. اول حاجة انت هيكون عندك هنا الفترة اللي جاية دي تغيير افضل في حالك، ومش كده وبس، كمان ده كمان في راحة بالك. انت بتسعى دايما علشان تدور على الاستقرار، تدور على راحة البال، وده كله مش لاقيه بسبب عدة العراقيل اللي واقفة بينك وما بين تحقيق هدفك. في كمان عندك يا برج الاسد شخص غامض، شخص تعبك جدا وعامل لك طاقة ايه مش طاقة ايجابية، وكمان بيحاول يستغلك دايما ويتكلم عليك في ظهرك. كون حريص وخلي بالك من نفسك واحذر من الاستغلال. عندك دوامة وحيرة وبعض عدة المشاكل بسبب طرف ثالث تدخل بينك وما بين الشريك وظلمك وكسر نفسك. الايام اللي جاية هيكون عندك طريق سفر باذن الله، بس محتاج تسعى فيه اكتر علشان خاطر العيون عليك يا برج الاسد، وطول ما العيون عليك بتلاقي عدة العراقيل. بسم الله. ايه ده برج الاسد؟ ما انت عندك مكالمة مهمة، هم المالك عندك مكالمة حلوة وعندك خبر حلو باذن الله يفرحك ويريح بالك. برج الاسد، بص يا برج الاسد، اعراض التعب اللي بتظهر لك دي انت بس محتاج فترة راحة ومحتاج تهتم بنفسك شوية. عندك مفاجأة جاية لك الفترة اللي جاية، مش هتكون في الحسبان، وهتبقى بداية جديدة ومبلغ جديد بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بص يا برج الأسد، انت اليومين دول بتحاول تعزل نفسك تماما عن اصدقاء، عن احباب، عن زوجة، عن شريك، عن اي حاجة تتدخل بس ان ممكن تضايقك. حاسس ان انت دماغك وجعتك، ما بقاش عندك طولة بال ان انت تستحمل اي ضربات تانية. حاسس بخنقة، حاسس بضيق في الصدر، حاسس بالحياة مختلفة. ربنا بيطمن قلبك وهيسترها معاك وهيوسع رزقك لو انت قلقان من ناحية الرزق. ما تقلقش، انت هنا منتظر مال جايلك، رجوع شخص، لما واشتياق، حب جديد، تغيير، الله اعلم، بس انت عندك انتظار. شايفة كمان ان انت طلبت طلب من حد ولسه مردش عليك، الطلب ده هتحصل عليه باذن الله. هيفتح ليك ربنا رزق حلو جدا انت ما كنتش تتوقعه، بس خلي بالك عندك صدفة حلوة مع بعض الاشخاص، عندك صدفة حلوة مع بعض الأشخاص الأيام اللي جاية، لقاء غير متوقع بشخص عزيز على قلبك ومن زمان كنت بتتمنى إن أنت تشوفه. دايما أقول للأسد يبطل عصبية ويهدى شوية، دايما أقول لك ما تخليش حد يستفزك ولا تخلي حد يطلع طاقتك، اهدى شوية، اهدى على نفسك ومع شريك حياتك. عندك فترة هدوء الفترة اللي جاية في حياتك، هتحل شوية مشاكل العقبة اللي قدامك، العقبة اللي في حياتك دي هتركنها على جنب وهتحاول تطلع من اللي انت فيه. كل ما تطلع من حاجة بتجي لك حاجة تانية يا برج الأسد. لازم الفترة دي تغير من طريقتك، من طريقة تفكيرك، علشان تخلص من العقبات اللي دايما بتنافسك في كل حاجة. بس عندك منافسة الفترة الجاية دي انت اللي هتكسبها. في عين عليك قوية صايباك بالحسد والنق والفقر، ده مش كده وبس، كمان للمتجوزين انتوا عندكم سحر تفريح على القناة بتاعتنا، هتلاقوا لينك فيديو علاج سحر التفريح.
بص يا برج الأسد، عايزك تحصن نفسك وتحصن بيتك وتحصن عتبة بيتك. هديني بقولك انت محتار في المعاملة مع الناس، وده مش بإيدك، ده علشان خاطر انت تعبت جدا. عندك أمل في بكرة، دايما أملك في بكرة هو اللي بيديك الثقة بمستقبلك ان العلاقة هتتحسن، بس في انسان بيراقبك، والانسان ده هيتصرف معاك تصرف هيخليك مذهول، هيخليك متفاجئ، وهتشوف منه ردة فعل غير متوقعة. عندك علاقة مع برج العذراء، عندك علاقة مع برج العذراء، حاول تهدي اللعب شوية. شايفة كمان ان انت هنا عندك امنية هتتحقق، في انسانة بيضة عندك، الانسانة دي صاحبتك هتيجي تتكلم معاك الايام اللي جاية في موضوع مواجهها او موضوع مضايقها، وهتفضفض معاك. شايفة كمان ان انت هنا هتديها طاقة ايجابية وهتغير من حياتك. انت عندك حد زعلان، يعني في بينك وما بين حد زعل من البيت يا برج الاسد، الفترة اللي جاية هيكون في صلح، انت مستني خبر يوصل لك، وبالفعل هيوصل لك، ومشروعك هيكبر، وفي شخص هيتقدم لك بعد لقاء، خلي بالك، وفي كمان موضوع هيترفض عندك في حياتك، موضوع كده هيضايقك وهيرفضك، يعني انت اللي هترفضه. وفي رجوع عندك لحد قديم من الماضي يا برج الاسد، في رجوع عندك حد من الماضي. هتعيش يوم راحة، تغيير حاجة معينة، وهيبقى عندك فرصة للتعبير عن نفسك طبعا من غير اي تقيد، وهتعالج كل المسائل اللي خانقاك ومضايقاك، وهيبقى عندك تفاؤل في بكرة. ده مش كده وبس، كمان ده هيبقى عندك فرصة ان انت تبدأ اكتر، وان انت تطلع الطاقات السلبية اللي جواك، الحزن اللي انت حاسس بيه على طول، اللي حاسس ان هو ما بينتهيش، الحياة اللي مليها بالحزن، ده كله هياخد وقت معاك، وهتطلع من اللي انت فيه بإذن الله. بسم الله. ايه يا برج الاسد، انت هو انقتك ورشاقتك وثقتك بنفسك هتفتح ليك الباب اللي انت كنت مستحيل تفكر ان هو يتفتح في يوم من الايام. الباب ده هيتفتح، وهستعيد ثقتك بنفسك من جديد، وثقتك ببعض الاشخاص اللي في حياتك، وهتكون فرصة على تحقيق حلمك ومشروعك اللي انت بقالك مدة بتخطط فيه. مرحلة نقلة بسبب تحسين النفسية واخبار جديدة وحصرية وعندك في حياتك بإذن الله. بس قول لي يا برج الأسد، انت هنا حيران وتايه، مهموم ومصدع، ماسك دماغك جدا الفترة دي بسبب قرار مش عارف تاخده صح في حياتك، مش مركز، حاسس بالحزن بالتوتر، حاسس ان انت بيجيلك خنقة من غير اي سبب، لكن مش عايزاك تقلق، عشان دي مراحل في حياتك وهتعدي بإذن الله. عايزاك يا برج الأسد تخلي بالك من عدو بيحاول يعملك بطريقة كويسة، بس هو أصلا عدو، يعني هو أصلا عدو، لو انت مخلتش بالك منه هتلاقيه بيأذيك بطريقة تخنقك وبطريقة تضايقك، وانا مش عايزة حد يضايقك يا برج الأسد، فعايزاك تخلي بالك من أي حد ممكن يقولك كلمة بس تزعلك، يعني انت ما تستناش أي حد تحس ان هو هيأذيك هيقولك كلمة تزعلك أو تضايقك، اعمل حط بينك وما بينه سد، ابني بينك وما بينه قصر، ولا تخليش اي حد يضايقك ولا اي حد يزعلك، علشان خاطر انت ما تستاهلش ان اصلا حد يضايقك او حد يزعلك. فلازم تهدي نفسك وتهدي اعصابك وتحصل على اللي انت عايزه، بس ازاي؟ بالعقل، بالعقل يا برج الاسد، التسرع عمره ما هيخليك تحصل على اي حاجة في حياتك، فانت لازم تهدى كده وتهدي اعصابك علشان تحصل على اللي انت عايزه بالراحة. فلو انت فضلت متسرع مش هتحصل على اي حاجة، وديني بقولك. بسم الله. بص يا برج الاسد، انت دايما متقدم، ربنا دايما بيحبك، وعلشان ربنا بيحبك دايما بتلاقيه بيوفقك، ودايما بتلاقيه واقف معاك رغم ان انت عندك مشاكل وعدة بعض العراقيل، بس ربنا مش سايبك،
ربنا دايما واقف معاك بالطريقة اللي انت مش شايفها، يعني بينجيك من حاجات كتيرة جدا. ويمكن انت حسيت في يوم من الايام انه ملاش ربنا كان واقف معاك في الموضوع ده، كان زمان حياتك فيها بعض المشاكل. بص يا برج الاسد، بيقولوا عقبة ورا عقبة في حياتك مخلياك متضايق ومخنوق، انت حس ان انت مش مرتاح وبتيجي على نفسك الفترة دي جدا. لازم تغير من طريقة تفكيرك زي ما قلتلك، وتتخلص من العقبات، وما تخليش اي حد ينافسك في اي حاجة، علشان العين رشقالك رشقالك حواليك، العيون مش سايبالك في حالك. فعايزاك تهدي نفسك شوية وتهدي اللعب في حياتك علشان تحصل على اللي انت عايزه بالخير. افتكر كلامي ده كويس جدا، ربنا هو اللي مقدر تعبك ومجهودك في حياتك، وعلشان كده عايزك تركز على طاقتك الإيجابية الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي انا عايز اسمعه. دايما مندفع يا برج الأسد انت، رغم ان الفترة دي عندك حالة ركود، حالة تعب بسبب الأمنية بتاعتك، بس عايز اطمنك ان هي هتتحقق الفترة اللي جاية دي، وهتسحب نفسك من حاجات كتيرة كانت مضايقاك، كانت معقدة في حياتك. عندك خطوة خطوبة هتتحقق، أمنية جديدة هتتحقق، استقرار قريب منك في شغلك، في حياتك، رغم التعب اللي في حياتك، رغم ان انت هتفرح بخبر حلو جدا هيجيلك. بس الخبر ده يعني ايه؟ اكتم وداري، في شخص كمان هيزعجك بردة فعله، بس ما تقلقش كل ده هيعدي. عندك بداية جديدة هتعيشها وهتكون راضي عنها قوي. وشايفة كمان عندك مجال هيتفتح قدامك، المجال ده هيكون مجال ربح بالنسبة لك. هيبقى فيه بعض الصعوبات الفترة دي، بس هتاخد وقت وهتبدأ تتخلص من كل حاجة عندك ممكن تأذيك. وعندك كمان خير او حاجة معينة هتجيلك من حد انت ما كنتش تتوقعه. عندك لقاء برضو مع حد من العيلة. شايفة ان الفترة اللي جاية هتكون فترة حلوة، وهتبقى عينيك مليانة، وهيبقى كمان في مواضيع كتيرة جدا شغلة بالك. بس في حد عندك عينه زايغة يا برج الاسد، في حد عندك عينه زايغة، الشخص ده مش كويس. اذا كان حد عندك عينه زايغة، في شخص هنا هيساعدك بحل موضوع في حياتك. وشايفة كمان ان انت اليومين دول بالك مشغول بقلة الرزق، بالك مشغول بالرزق اليومين دول يا برج الاسد. في هنا امور ربنا هيسرها لك، والفترة اللي بينك وما بين الشريك مشاكل على اتفه الاسباب دي، هيكون فيها هدوء الايام اللي جاية. والنقلة اللي عندك دي من مكان لمكان بسبب خلاف حد، بسبب ان انت تعب مش قادر تستحمل، دي هتنقلها باذن الله. عندك هنا شخص هيتعب من العيلة، الشخص ده هيكون من اخواتك، بس باذن الله ربنا هيشفيه وهيجازيه خير. شايفة كمان ان في حد من الاقارب عندك هيكون فيه بشرة خير ليه، وبشرة امور حلوة. ممكن كمان يكون عنده قضية هيكسبها باذن الله، او هيبقى عنده تغيرات حلوة. والحد المريض ده اللي هيتعب عندك يا برج الاسد، ادعي ربنا انه ربنا يشفيه، وان شاء الله باذن الله. واقف وحس انه مفيش حد معاك يا برج الاسد، واقف وبتعافر في كوكب الاحلام لوحدك، ومفيش حد بيقولك شكرا انت تعبت ولا انت اتظلمت، بالعكس مفيش كلمة شكرانية ابدا في حياتك. الفترة دي انت مرهق جدا، حاسس بملل، حاسس ان انت محسود قوي. خلي بالك علشان الخمول والارهاق في جسمك ده عندك الفترة دي، بسبب ان انت خلاص تعبت من كتر المشاكل اللي فوق دماغك. بس الفترة اللي جاية هتشوف ان انت هتشارك مشاعرك مع حد، هتغير من نفسك، هتخلص الاوراق اللي عندك اللي عاطلة،
الحالة اللي فيها قلق وتوتر دي بإذن الله تتخلص منها، وهيكون عندك هدوء وروقان في حياتك. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك ناصرة حلوة. اي نعم اليومين دول انت مش متظبط ودايما مندفع على اي حاجة، بس الايام اللي جاية هيكون عندك هدوء. الازمة اللي انت بتمر بيها هتحلها، وهتدخل في فترة روقان، فترة امور حلوة جدا. محدش بيستحمل اللي انت مستحمله، انت مستحمل حاجات محدش في الدنيا ممكن يستحملها. بس في عزومة حلوة مع اشخاص داخل البيت، المعزومة دي ما كنتش انت حاسب لها في يوم من الايام، والحساب اللي عندك اللي هتسد بيه ديونك ده قريب جدا منك باذن الله. عندك صلح مع حد قطعت علاقتك بيه من فترة، هيبقى عندك صلح باذن الله يا برج الاسد. ولو انت ناوي على سفر فانت عندك سفر بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بص، انت ماشي وبتقول انا الحمد لله ولا عايز حد في حياتي، كل المقربين طعنوني وغدروني، كل اللي قلت عليهم دول كويسين، ما جاليش منهم غير التوتر وغير المشاكل. برضو عصبي يا اسد، عصبي متعصب جدا حتى من نفسك. بص، المواقف اللي بتحصل حواليك دي بتخلي الحجر ينطق، بس انت تعب، حس ان انت ما عادش عندك تكلم حد، وعشان كده ما بقتش تدي اي حد اي حاجة، بقيت تسكت وتتركن حياتك على جنب. بس بإذن الله هتفرح قريب جدا بسبب الرزق اللي هيجي لك بفضل ربنا، وبسبب تيسير الأمور المستعجلة المستعطلة عندك. في عندك قاعدة مع ناس كمان هيكون فيها فرد، الفرد ده هيكون قلق ومتوتر، خلي بالك واحذر منه، هيبان عليه القلق والتوتر. وكمان هيكون في فترة عندك فيها ركود مع نفسك، علشان بتدور دايما على الراحة وعلى الهدوء. فما تقلقش من الاجتماعات اللي فيها قلق في حياتك، ده مجرد فترة وهتتخلص بإذن الله. في كمان موضوع انت فكرت انك مش هيكمل، لا هيكمل بإذن الله بفضل ربنا، علشان دايما هيكون عندك امان الفترة اللي جاية، وهيكون عندك فترة من الازدهار في حياتك. نقلة كلها ازدهور، نقلة كلها انطلاقات. الشريك اهملك اليومين دول يا برج الاسد، الشريك اهملك وجاي عليك وحاسس ان اهل الشريك مش حابين لك الخير. انت حاسس بالوحدة اليومين دول يا برج الاسد. شايفة كمان هنا في اشخاص مركزين قوي في حياتك، ربنا يكفيك شرهم. في واحدة ست دي عاملة لك كده، حاسس ان هي حالة من الكسل، كلها خمول وكلها ارهاق، حاسس انه في ناس مش سايباك في حالك، وبالفعل في ناس مش سايباك في حالك يا برج الاسد، وانا قلت لك الكلام ده كله. بس اجمل ما فيك يا برج الاسد انه مفيش حاجة بتهزك، يعني رغم ان انت اي نعم بتستحمل، رغم ان انت بتعافر، رغم ان انت يعني بجد اللي مستحمله محدش يستحمله، بس دايما ربنا بنفوقك ومخليك تكشف حقيقة ناس ما كنتش متوقعها. في واحدة ستي بتزن عليك، خلي بالك منها، خلي بالك منها. بص يا برج الأسد، عندك أفراح جاية، بس أنا عارفة إن أنت بتمر بهموم اليومين دول وبتمر بمشاكل من الناس اللي حواليك، بس ما تقلقش الفترة الجاية هتكون فيها راحة تامة، ودي اللي بأكد لك الكلام. في طريق هيتفتح معاك للأحسن. عايز أقول لك كمان إن أنت اليومين دول بتحلم بحاجات كتيرة جدا. شايفة كمان الأشخاص اللي أنت كنت سبب إن هم يكونوا كويسين، ربنا هياخد لك حقك الفترة اللي جاية، والمبلغ اللي هيجي لك هيبقى فيها خير، بس خلي بالك من نصب عليك. في واحد نصاب ممكن يرجع لك الايام اللي جايه، كان في بينك وما بينه خصام، خلي بالك. زي ما قلت لك عندك رجوع حد من الماضي،
في 3 أشخاص عندك قاعدينك مترقبينك، عايزاك تاخد تحذر منهم. 3 أشخاص ولا حابين لك الخير، ولا حابين إن أنت تكون مبسوط ولا سعيد ولا أي حاجة في حياتك، بيتكلموا عليك بطريقة مش كويسة لدرجة إن أنت تعبان ومخنوق ومش عارف هم عايزين منك إيه، ولا بيراقبوك ليه. أمور إيجابية عندك يا برج الأسد، في عندك أمور إيجابية بس هو بيراقبوك ومركزين معاك، مركزين معاك بطريقة رهيبة جدا لدرجة ان انت حاسس يا جماعة سيبوني في حالي، انا تعبت في حياتي علشان عملتها كده. هم فاكرين الحاجة اللي انت فيها دي جات لك بسهولة، فاكرين ان انت ولا تعبت ولا اذيت ولا اي حاجة حصلت في حياتك، فاكرين ان انت صبحت نمت صحيت لقيت كل ده فيه. انت بتقول لهم خدوا كل اللي انا فيه بس سيبوني في حالي، بلاش الفترة اللي فيها حالة ركود اللي مأذيني بيها دي بطريقة سلبية. يعني هم أذينك بطريقة سلبية بس انت دايما متقدم في حياتك وبتفكر في حاجات كتيرة جدا تعملها، بتفكر في حاجات كتيرة جدا تتخلص منها. شايف انه بعد 3 أيام هيجي لك خبر يكبر بخطرك، بس احذر من بعض المقربين اللي فيهم انسانة بيضة زي ما قلتلك. عندك تحرير من قيود، تحرير من علاقة، تحرير من حاجة معينة. شايفة كمان ان هيكون في بينك وما بين شخص كلام حلو، وفي خروجة عندك جايلك مع حد، مع فترة مع حدين. انا عارفة ان انت مظلوم وظالم نفسك، وكل ما بتمشي في طريق بيتقفل في وشك بسبب الضغط النفسي اللي عليك وبسبب القلق. شايفة كمان يعني انت بتحاول تهدي نفسك وتهدي حالك وتحاول تعيد ثقتك بنفسك، وبالفعل هتعيد ثقتك بنفسك وهتدخل في فترة راحة وفترة تغيرات جذرية بفضل ربنا. انت بس بتفكر في المستقبل كتير جدا علشان نفسك تحقق حاجات، والحاجات دي هتحققها في المستقبل بإذن الله وهتحصل عليها، وهيكون عندك السفر القريب وهيكون عندك الخير اللي انت مستنيه. توقيع بصمة، عندك حل مشكلة مع القرايب وحد هيرجع يكلمك تاني، في مكالمة جاية لك انت مستنيها الايام اللي جاية. بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لك يا برج الاسد اهو عندك توقيع حلو، عندك نقلة جديدة، عندك فترة من الراحة، فترة من التغيير، فترة من الأمور الحلوة اللي هتحسن على حياتك. عايز أقول لبرج الأسد إن الرسالة دي من قلبي جدا، وأنا يا برج الأسد لما قلبي بيحس بحاجة بإذن الله هتتحقق. بداية جديدة هتعيشها وهتكون راضي بيها الفترة اللي جاية في جميع التوقعاتك، إذا كانت على الماديات على العاطفية، زي ما يكون اللي انت حاسس بيه دلوقتي وبتسمعني. المجال هيتفتح في حياتك وهيبقى عندك ربح حلو، وهيبقى عندك الصعوبات اللي انت فيها دي هتتخلص منها وهتبص لراحتك وهتبص لنفسك بإذن الله. بس انت قول آمين وركز جدا على طاقتك يا برج الأسد، وما تخليش أي كلمة تسيطر عليك، ارمي ورا ظهرك أي حاجة، ما تخليش أي حاجة تسيطر عليك، ركز على هدفك وركز على حياتك. في ناس قصدها تزعلنا بكلامها، في ناس من هي مش قادرين يعملوا معانا حاجة، فبتلاقيهم بيقولوا لك كلام يزعلوك يخلوك تقعد تفكر. وانت يا برج الأسد بتربط الأحداث ببعض وبتطلع نتيجة رهيبة، وده اللي تعبك نفسيا الأيام دي بسبب ان انت عندك طاقات سلبية في حياتك وبتدخلها على نفسك. انت لازم تطرد الطاقة السلبية من حياتك يا برج الأسد علشان تشوف انت عايز ايه وتشتغل عليه. احنا قلنا ان انت عندك بصمة وعندك تغيرات وعندك انطلاقة حلوة، وعندك يعني توقعاتك كلها الفترة اللي جاية لحد منها تقفيل السنة ما فيها خير. امال مالك دموعك على خدك ليه؟ بالك مشغول ليه؟ يعني انت هتعيد حساباتك وهتعيد حياتك وهتعيد انطلاقات كتيرة جدا، وهيبقى عندك ارتباط وهتحط النقط على الحروف، وهيبقى كمان للمنفصلين في رجوع، وهيبقى في علاقة جديدة، هيبقى في انطلاقات حلوة، وهيبقى في تغيرات انت مستنيها بقالك فترة. يعني انا شايفة لك هنا انطلاقات،
شايفه لك فرحه، شايفه لك طاقه ايجابيه هتدخل فيها باذن الله الفتره اللي جايه. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون في تقدم بعد تقدم، قراءتك كلها ايجابيه يا برج الاسد. وعايزاك تصلي بس على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتكتر في الاستغفار علشان طاقاتك كلها بين ايديك. عندك نجمه الايام اللي جايه هتكون سطله في حياتك، وده بيدل على الامان وراحه البال والاستقرار في حياتك. نشوف بقى رسالتك من ربنا بتقول لك ايه. سيجبرك جبر يتعجب له اهل الارض والسماء، وهيطمن قلبك بكل ما تتمناه، بس انت قول يا الله. ايه رايك يا برج الاسد؟ طيب احنا هنشوف ورقه تانيه ورسالة تانية من ربنا. بسم الله، بجد صبرت واستحملت، وبشر الصابرين تفاؤل، فخلف الأقدار فرحة كبيرة هتطرق على بابك يوم، بس انت قول يا حكيم. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ طيب قولي الفيديو ده يستاهل منك ايه؟ يستاهل منك تعليق؟ يستاهل منك ان انت تدخل وتشترك في قناتنا الجديدة وتكبرها؟ قولي انت بنفسك اللي هتحكم على الفيديو ده يستاهل منك ايه؟